الموقع ده يمكن بيقدم عليه عدد ضخم جدا من المواطنين، واحنا عندنا صحيح 2500 وحده، لكن اللي يعني انطبقت عليهم الشروط بتاع مشروع الاسكان الاجتماعي تجاوزوا ال 10000. فطبعا احنا بناخد طبقا لاولويات البرنامج، بناخد 2500، ولكن عشان الباقي اللي انطبقت عليهم الشروط اعلنا ونزلنا اعلان انه لو عايز ياخد في اي مكان اخر من المشروع وبالذات في مدينه بدر، عشان احنا عندنا هناك عدد وحدات كبير جدا يقدر ياخد فورا وحده سكنيه هناك. النهارده يعني احنا الحمد لله انا ببارك لل 2500 اسره اللي يعني ربنا كرمهم وهياخدوا هذه الوحدات، وزي ما حضراتكم شايفين المشروع متكامل، كل الوحدات متشطبه على احسن مستوى. هو على فكره المشروع الاكبر على مستوى العالم، ان احنا نبني 1,000,000 وحده سكنيه في 5 سنوات، ده مشروع ما فيش دوله في العالم بتعمل هذا المشروع حاليا بهذا الحجم. انا شفت دلوقتي مجموعه شقق مستوى تشطيب رائع ومتميز جدا في الميه وفي الكهرباء وفي كل الخدمات. فأنا طبعا ببارك الجميع وبشكر معالي المدير، وإن شاء الله دايما نلتقي في مناسبات أخرى فيها إنجازات كبيرة كما يحدث. إحنا بالنسبة لنا بس نزل إعلان في عند البنك الإسكان والتعمير، ورحنا دفعنا 5,100، وبعد كده نزل اتصلوا بينا في البنك، وبعد كده رحنا دفعنا مقدمة، وبعد كده النهاردة جايين نستلم العقود اهوت، واتحقق الموضوع يعني على أرض الواقع، ومفروض إن بكرة إن شاء الله هنستلم الشقة. الشقة حقيقة جميلة جدا وممتازة في غاية الجمال بصراحة، والحمد لله يعني الجرينة والورق برضو يعني طلع عنينا فيه، بس الحمد لله كل حاجة جت بكل سهولة. والله هو المشروع جميل جدا، احنا دفعنا 5,100 في البوسطة حوالي بلدية، بعد كده اتصلوا بينا كملنا دفع التعاقد، بعد كده كلمونا في التخصيص، والوحده فعلا متشطبه تشطيب كويس. ومش هقول غير انا اشكر سياده الرئيس على المجهود اللي عمله معانا، وهو الراجل ده بصراحه بيقعد وبيوفي صراحه مش نفاق والله.